هنقول غريبة الناس، ولكن عندي مفاجأة حلوة قوي ليكم. الطفل الموهوب مين؟ محمد أسامة الغزالة الرايق. اوكي هيغني معايا غريبة الناس. يلا نزقف له كلنا. مفيش احساس، مفيش ولا ذكرى ليا. يلا يلا يا لو كنت عملت حاجة الله ليوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر الله. يلا زقفوا له. انت فكرتني في نفسي وانا كنت قد كده. يلا ربنا يديك مستقبل رائع ان شاء الله. سنين عايشين بموت لو الاقي جرحى انا صبرت سنين في همك قبل فرحة انا الومك ليه مش فارقة ما هي هي طب فاكرني ملك وهنسى الأسودية ومش هنسى الأذية لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه الله في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر غريبة الناس غريبة الدنيا دي طب مفيش احساس مفيش ولا ذكرى ليا انا ماشي وجبها في
يعني مستقبل سوبر رائع إن شاء الله. محمد أسامة تذكروا الاسم ده، حيكون من أجمد النجوم إن شاء الله في الوطن العربي. ربنا يقويك يا محمد. يلا قول الغزالة رايقة، يلا هيقول الغزالة رايقة. الغزالة الرايق من الناس الحلوة فاي يا سيدي يا جمال ومال كتبت كتير عليك هتقرب مني حبة لسه شوية حاجلة طب وحياة المحبة مدام كتبت خلاص غالي. يلا الغزالة الرايق من الناس الحلوة فاي يا سيدي يا جمال ومال كتبت كتير عليك هتقرب مني حبة يا حبة الطبلة دي لا ده قلبي الطبلة دي لا ده قلبي بيدق ولا المقسوم الطبلة دي لا ده قلبي الطبلة دي لا ده قلبي بيدق ولا المقسوم قرب مني حبة طب وحياة المحبة الطبلة دي لا ده قلبي بيدق ورا المقسوم لا ده قلبي بيدق ورا المقسوم الطبلة دي لا ده قلبي الطبلة دي لا ده قلبي بيدق ورا المقسوم الغزالة رايقة الناس الحلوة سايقة يا سيدي يا جمال برافو 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 محمد محمد